نيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، يرتفع يسوع ما بينا ونلمس الحضور بروحنا، والذبائح تترفع لك يا يسوع المجدني، كلمة منك رب تحيي كل قلب بيناديك، محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه يتفتح عين الضرير، محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه يتفتح عين الضرير، محتاجين لك وفي حضورك يجي نورك، والظلام تنهي زمانه، نتملي بسلطان كلامك والعدو يرجع مكانه، ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط، تملى تشبع وتنور كل قلب بارتباط، محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه يتفتح عين الضرير، محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه يتفتح عين الضرير، محتاجين لك إذا شفنا يا رب مجدك، نعرف إن وحدك كفاية، يصغر العالم فعنا راح نشوف كله نفاية، بالمراحم اسمع صراخنا وافتقدنا بالحنان، محتاجين لك يا إلهنا ترسل الروح فيضان، محتاجين لك لمسة منك تحضن التايه تضمه يتفتح عين الضرير، محتاجين لك لمسة منك عين الضرير، محتاجين لك، سد علينا الآن ولتملأ المكان، تعالوا نصلي، سد علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب إن عجيب من روحك الحنان، الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا يا يسوع، أنت مليكنا، بقوة روحك
قدس قلوبنا بقوة روحك، قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا. أنت مليكنا يا يسوع، أنت مليكنا، أنت مليكنا. بدخل عرش النعمة، تنطلق الكلمات تسبيحة النهاردة. بدخل عرش النعمة وصدق وعودك، وعودك اللي ما بتسقطش أبداً. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر لي، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي لي. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر لي، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الطارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، إلمس روحي واشفي جروحي واكشف كل أصلك سامع، أصلك سامع قلبي الطارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمات تسبيحة، ويفيد قلبي إليك يتكلم، وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وأرنم، تمتلئ الكلمات تسبيحة، نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة وصدق إني وعودك قوة لذاتي، واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل عرش النعمة وصدق إني وعودك قوة لذاتي، واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك،
واكشف كل خبايا بنورك. قبل ما نرنم الترنيمه اللي جايه دي، عايز نقول كلمات العدد اللي فات او نصلي كلمات الترنيمه اللي فاتت دي. قبل ما نقول الكلمات اللي جايه دي، انا واثق في وعودك. الترنيمه اللي جايه بتقول الكلمه منك مش اوهام، والوعد قلته ومش احلام، الكلمه ثابته ووعدك حق. فانا عايز اصلي مع كل واحد النهارده جاي بحمل وجاي بتقل على كتافه، تقل على قلبه، تقل عليه، مش توصل لحد انه فعلا مش عارف ينام. انا بصلي دلوقتي مع كل واحد حاسس بكده. الرب يسوع المسيح ليه كل المجد وليه كل القدره، يقدر يخفف الاحمال. انا جاي لك بايمان النهارده يا رب، انا جاي لك بايمان. هسلم الموضوع في ايدك وهقول لك الموضوع ده بتاعك، اتصرف انت يا رب، اتصرف انت، الموضوع بتاعك. مش هعود اشتكي، مش هعود اتكلم عليه. هرمي النهارده عندك. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام. الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هنت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان. جاي وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنتراجع ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا ربي بنتراجع، رب الخليقة وكل الأرض، عندك مسانيد تدي ضمان. لو الجبال رح يوم تنهد، مش رح يزول عنا الأحزان. الدعمة تسند ضعف القلب، والكلمة تشفي من الأحزان. والخوف تقابله بغمر الحب، تزيله فيزيد الإيمان. جاي ووصفي إنك حي موجود يا ربي، متراجع مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنتراجعك، إلهي حي بنستناك. الكلمة ثابتة في كل مكان، حقيقة مع كل الأوهام. وحتى لو الشك مكان، ليها وقت أكيد هتبان. هضاب جبال وسهول وديان، كل اللي هدو وصول أقدام. ميراثي هملك رغم الحر، مغلوب عدوي ومش شمتان. موجود يا رب بنتراجعك، إلهي حي بنستناك. واتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك. وانت تأيد اللي بيه، اتكالي عليك. اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك.
وانت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأولي. اتكالي عليك تاني اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك. وانت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأولي. أصرخ تسمع أضعف ترفع أصرخ تسمع أصلا أنا غالي عليك. اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك. أنت بترفع وأنت تأيد اللي بيلجأوا ليك. اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك. انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأ. قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة. قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك مش شباب حتى للشباب مش شباب حتى للشباب. شايلني بإيديك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك. وانت بترفع وانت مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع متسمي. مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع متسمي. بك راح ارنم وافتح فمي بك راح ارنم وافتح فمي لذبايا ارضي. اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك. وانت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأولي. اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك. انت بترفع وانت بالجولي. وإيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليه. إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليك. وابقى في كلمة وصلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. ابقى في كلمة وصلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق يسوع. يا 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 يسوع. أنا متعزي ومتشدد بيك وفريدي سندي عليك.
أنا متعزي ومتشدد بيك، واتبريت سندي عليك ده، وحتى إن كان صوت الريح مش هادي هدي وداني لصوتك وعبر هادي، هدي وداني لصوتك وعبر هادي. إيه في الدنيا يفرح عندك ويعزي غير الوقف أمامك وتكون راضي عليه؟ إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي؟ مسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني، أنا ببقى في كلمة وصلوة. مسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني، يا 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 يسوع، يا 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 يسوع، يا 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 سود على قلبي العابد سيدي، لما بتأسرني بمراحمك سيدي، حالة سود على قلبي العابد سيدي، لما بتأسرني بمراحمك سيدي، وما أقولها المخلوق على الأرض سيدي، تاج راسي وعزني يا سعد سيدي، تاج راسي وعزني يا سعد سيدي. ايه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقف امامك وتكون راضي عليه؟ ايه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقف امامك وتكون راضي عليه؟ وابقى في كلمه وصلوه مسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني، وأنا ببقى في كلمة وصلوة مسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. هللويا، بقلوب فرحانة بنعلي غنانا الاسم اللي فدانا، نرفع تسبيح. بقلوب فرحانة بنعلي غنانا الاسم اللي فدانا، نرفع تسبيح. هاتوا الأوتار عدو مصباح، غنوا الأشعار لاسم المسيح، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا اسم المسيح، هللويا اسم المسيح، هللويا. ندخل لحجاله نشبع بجماله، نهدي لجلاله احلى الاناشيد، يملانا نوره يغمر نسروره، نهتف بحضوره قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا هللويا هللويا، حمد وتسبيح هللويا، حمد وتسبيح هللويا. من زي إلهنا لمقام رفعنا، ومعه أجلسنا في السماوية، بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا، ومعه بعيوننا هنشوف آيات. قولوا هللويا
هللويا هللويا هللويا هللويا هنشوف آيات هللويا هنشوف آيات هللويا غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم لي خلوا هتف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم نجي ونكون ومعاهدا في السماء نفضل نرنم لي قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب روحي وعقلي ويا لساني عظم واغنى حبيب بسكوت وحمد وعود همجد اسمه واعلي وفي ليل زمان الغربه هيفضل قلبي يرنم لي غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم لي خلوا هتف تسبحنا يدوي ويعلن الشعب اللي مستني ومعاه هناك في الزمان هنفضل وسط الحرب وسط الحرب ووقت الضيقة برفع قلبي ليه وعده يثبت فيا إيماني خليني أهتف ليه دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح لما بيعلى هتاف مجدا للمسيح غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم لي خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا شعب اللي مستني ومعاه هناك في سماء نفضل ترنم ليه مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح وبأصوات الحمد بنهتف على اسم المسيح رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مفدين خالفين جنود الشر غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم لي خلوا هتف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم اجي نكون شعب مستني ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم لي هللويا مؤمنين بالفداء ومحبوبين مش خايفين بالإيمان مش متروكين مطروحين ومش يأسين وبجناحك محمين مش شرير كمان مرة مؤمنين بالفداء ومحبوبين مش خايفين بالإيمان مش متروكين مطروحين ومش يأسين وبجناحك محمين مش شرير يا قدير وحدك صاحب السلطان والمصير في ايدك مش يد انسان واحنا مش في مهب الريح احنا جزء من يا قدير يا قدير وحدك صاحب السلطان والمصير في ايدك مش يد انسان واحنا مش في مهب الريح احنا جزء من المسيح اقوياء بقوة دم الحمل والهيمة يقدر ينقل الجبل فيك رجانا والامل وانت تكمل العمل والتحرير يا قدير وحدك صاحب السلطان والمصير جزئي من المسيح القدير والحصول هنشوفها وهي بتنهار بعد الليل دايما هيجي النهار بالتسبيح طوع الاسوار انت يا الهنا جبار وقدير يا قدير احنا جزء من المسيح القدير اخر ترنيمه هنختمها مع بعض
أنا مطمن وياه ولو عيني مش شايفاه، مش ماسك أي ضمان، لكن إيماني بالله. يتكرر موتي وعيش
يتكرر موتي وعيش ورجائي هو الله. أنا مطمن وياه لو عيني مش شايفة. أنا مطمن وياه لو عيني مش شايفة. مش ماسك أي ضمان غير إيماني بالله. مبارك اسمك، شكرا ليك يا رب، لأني بك نحيا ونتحرك ونوجد. هللويا، اتكلنا عليك، اتكلنا عليك وعلى نعمتك وعلى سندتك اللي في الضعف تكمل. مبارك اسمك، واثقين فيك إله صالح وإله محب، وتقدر أنك تحول وتخلي كل الأشياء تعمل معا لخير الذين يحبونك. آمين. برحب بيكم في اسم الرب يسوع، برحب كمان بكل حبايبي اللي بيشاركوا معنا في الحضرة الإلهية على قناة الكرمة الفضائية. أحب أقول لإخواتي اللي بيشوفونا إن إحنا بنبقى لايف دلوقتي من الساعة 1:30، مش من الساعة 1:45. نشكر ربنا إحنا زودنا الوقت علشان نقدر مش بس نتمتع لكن نعيش في جو التسبيح. فبرحب بالكل. عايز أصلي بس صلاة سريعة من أجل كل حبايبي المتألمين المجربين، كل المرضى وناس كتير قوي بيتعاني، وكل العائلات اللي بتواجه حرب شيطانية. عايزين نصلي من أجل الكل، نصلي من أجل أمريكا، والرب يدي لأمريكا سلام، والرب يبارك الأرض دي، الأرض دي غالية عليه. نصلي من أجل مصر والتحديات بتواجه مصر. نصلي من أجل العالم المضطرب اللي بيحتاج إلى تدخلات إلهية. رب من كل القلب بنشكرك، بنعظمك، بنمجدك، نشكرك لأنك وسطينا، نشكرك لأنك السندة بتاعتنا يا رب. احنا بنطمن واحنا وياك، وبعيد عنك مفيش طمأنينة، بعيد عنك بنتعب وبنتألم وبنتوجع. حتى في وقت الحزن مش بنقدر نصمد، وقت المرض مش بنقدر نصمد. عشان كده يا رب خلي كل واحد موجود في حضرتك، إذا كان جوه القاعة هنا أو إذا كان ألاف وألاف بيسمعونا عبر الأرض كلها، رب وصل الكلمة دي والطمأنينة دي. سند عليك يا رب، سند عليك، نطمن وإحنا معاك. رب ادينا، نرفع كل العائلات المضطربة التعبانة، كل النفوس اللي بعدت عن دفء حضورك وجودك جوا البيوت. تعال بسلام جديد للبيوت يا رب، تعال بسلام جديد للبيوت، تعال كده بطمأنينة لكل بيت مزعزع مضطرب. انت اللي تقدر ترد سبي البيوت يا رب. اذكر مصر بين ايديك، اذكر امريكا بين ايديك، اذكر كل قديسيك اللي طلبوا نصلي من اجلهم. يمكن ما عندناش اسمائهم لكن انت شايفهم يا رب، وانت تقدر تدي اكثر جدا، اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. في اسم الرب الحبيب يسوع لكل المجد، امين امين. هشارك معاكم النهارده في نفس الجو اللي احنا ماشيين عليه. لو العدد زياده جوه الكنيسه احنا عملنا اكسترا سبيس هنا في مكان اكتر. خليني اشارك معاكم بنفس الجو اللي احنا ماشيين فيه لينا دلوقتي 13 14 اسبوع من وقت ما فتحنا. ليه انا موجود؟ ليه انا موجود؟ وده سؤال خطير جدا، سؤال مهم جدا، لازم أسأل نفسي كل شوية. ليه أنا موجود؟ ليه أنا موجود على الأرض؟ إيه هدف وجودي على الأرض؟ إيه هدف وجودي؟ هدف وجودي إني ربنا باركني وبارك حياتي وجابني الأرض دي. رب باركني ببيت، باركني بأولاد، رب باركني بكنيسة مباركة. أنا موجود لي عشان كل الحاجة الخلطة دي، ولا أنا موجود عشان هدف أسمى وأعلى؟ هو ده السؤال. خلينا النهاردة أشارك معاكم بجزء تعليمي وفي نفس الوقت مهم قوي روحي. النهاردة كنت بفكر جوه قلبي أن أنا أتكلم عن ليه الكنيسة شوية little bit بتعرق، ليه الكنيسة بتعرق.
ليه في حب الديسابيليتي. كنيسة دي كنيسة دي يعني غالية على الرب قوي قوي. يعني الكلام الجميل اللي مرات مش بعض مش بأمانة مش بعرف استوعبه, يعني مش بعرف استوعبه. لما بيختم الرسول بولس الأصحاح الأولاني في رسالة أفسس ويقول عن الكنيسة يعني لأننا جسده, إحنا جسد المسيح. بعدين يقول ملء الذي يملأ الكل في الكل. فمين الفكرة دي إيه والتعبير ده إيه؟ يعني الرب يسوع بيتملي بالكنيسة, يعني كأن الروح القدس بيظهر حاجة إن الرب يسوع مش بيشبع. طبعا حاشا لله, هو شابع في كماله وفي ذاته, لكن الرب يسوع بيفرح قوي ويمتلي قوي بالكنيسة. الكنيسة الكنيسة جسد المسيح. عشان كده النهاردة كان نفسي أخذ جوانب اللي أدت إلى هذا العرج للكنيسة بتعرق. منظرها قدام العالم, منظر كنيسة, بدل ما هي الكنيسة تكون كنيسة فريدة جاذبة نفوس, كنيسة مش باينة قوي كده. لكن قلت خليني أخذ خطوة إيجابية الأول, أقول النهاردة كلام مهم قوي قوي قوي. إيه دور الروح القدس في أن أنا أنتمي لجسد المسيح؟ إيه دور الروح القدس؟ الله الروح القدس. لما أتكلم عن الله الروح القدس ودور الله الروح القدس, الله الروح القدس, أنا بتكلم عن روح الحياة اللي أعطى حياة للكنيسة. الكنيسة كائن حي, الكنيسة كائن حي, والكنيسة ما بقيتش كائن حي غير لما روح الحياة ابتدى يشتغل ويحيي كائن اسمه الكنيسة. معايا؟ لما يكون في بيبي جوه بطن الأم, جنين يعني, طبعا الطب دلوقتي بيقول ان في حياة, يعني بيعملوا له ألترا ساوند ويسمعوا دقات القلب والحاجات دي كلها. لكن اول ما البيبي يتولد الدكتور يروح خابط على ظهره والولد يعمل ايه؟ يصرخ كده. وهو المول الواق دي صرخة الحياة. لو ما قالش الواق دي مفيش حياة, جنين اتولد بدون حياة. هو ده اللي تم تماما في يوم 50. في يوم 50 الرب يسوع ابتدى يعد هذا الجسد ويبتدي يرتب هذا الجسد, وكان الحمل بهذا الجسد تم من خلال عمل الرب يسوع على الصليب. الرب يسوع على الصليب بموته على الصليب بإكمال خطة الله الآب للفداء. هو في حمل موجود إنه يتولد جنين. هذا الجنين اللي اتولد يوم 50 أعمال 2 ابتداء من عدد 1. هات لنا الجزء ده. أعمال 2 في عدد 1 بيتكلم عن إزاي اتولد هذا الجنين. الجنين اتولد, ده الظهر. يعني ما قبل يوم 50 ما كناش نتكلم أبدا عن إنه الكنيسة جسد المسيح. ده سر, ده سر ما كانش موجود, ما كانش حد يعرف عنه, ما كانش يعرف عنه. لما التلاميذ كانوا يجتمعوا ما كانوش بيجتمعوا إنهم دول كنيسة, لا, ده بيروحوا الهيكل أو يروحوا المجامع عشان يتعبدوا. طبعا موجودين في حضرة الله كجسد المسيح, لكن فكرة كلمة جسد المسيح ولادة الكنيسة ظهرت في يوم 50. عشان كده الروح القدس قال الكلام ده, بيقول ولما حضر يوم 50. أنا بتكلم دلوقتي عن إيه؟ عن الروح القدس الذي أعطى حياة, روح الحياة أعطى حياة للكنيسة. فهقرأ بس الجزء ده نقرأ مع بعض, شايفينه قدام عينينا. بيقول ولما حضر يوم 50 كان الجميع بنفس واحدة. لما بدأ الجو ده يبان, وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح وعاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. ده مشهد ما كانتش الكنيسة تعرفه, الناس ما كانوش يعرفوه. الرب قال لهم انتظروا اقعدوا في الحتة دي, أنا هعمل معاكم عملية ولادة جميلة جدا. هطلع جنين, هطلع جسد, هطلع جسدي, هطلع ملء الذي يملأني. فقال لك وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. عدد 3, وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم, وامتلأ الجميع من الروح القدس. فالروح القدس ابتدى يملأ جماعة, ابتدى الروح القدس يملأ جماعة. الجماعة اللي ملأهم روح القدس اسمهم ايه؟
كنيسة. ده الميلاد. فلو نقول هابي بيرث داي للكنيسة، الهابي بيرث داي بتاع الكنيسة كان يوم 50، ظهرت الكنيسة جسد المسيح. معايا؟ طيب ازاي انا انتمي لهذا الجسد؟ انا هقول كلام قلته الاسابيع اللي فاتت بس هدخل فيه عشان اقدر اكمل الفكر. اتكلم عن النهاردة، انا هتكلم عن 8-9 حاجات دور الروح القدس في هذا الانتماء. يعني انا موجود لي على الارض، موجود على الارض عشان انتمي لجسد المسيح. خلينا اقرا الاعداد دي، هقراها، قريناها تاني، قريناها قبل كده، نقراها تاني. النهاردة اقرا من كورنثوس الاولى صح 12، بس هبدأ لفوق شوية من عدد 7 لحد عدد 13. هتكلم عن المواهب الروحية في الأسابيع اللي جاية، وأهمية المواهب الروحية وكم موهبة موجودين، وإزاي المواهب تشتغل، وأهمية المواهب جوه الكنيسة في جسد المسيح. هل مس حاجة صغيرة النهاردة؟ في كورنثوس الأولى 12 عدد 7، ابتداء من عدد 7 بيقول إيه؟ ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها مين؟ يبقى ده شغل الروح القدس، يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. It's not your business. ده مش شغلك، ده شغل مين؟ شغل الروح القدس. فالروح القدس ابتدى يشتغل في هذا الجسد. فعمل ايه بقى الروح القدس؟ عدد 12-13، لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيره، وكل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيره هي جسد واحد، كذلك المسيح ايضا، لاننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد. ده ميلادي انا في الكنيسه. افهموا الترتيب اللي انا ماشي بيه. واتكلمت عن ميلاد الكنيسة، وفي ميلاد مش بس للكنيسة، لكن في ميلاد لي أنا عشان أبقى عضو في هذا الجسد. ميلادي أنا علشان أبقى عضو في هذا الجسد. الرب يسوع لكل المجد اتكلم عنه، عن روح الحياة لي أنا، روح الحياة لي أنا. يوحنا 3، في يوحنا 3 الرب يسوع قال لنقديموس، يعني قديموس ما ينفعش تبقى عضو في الكنيسة، عضو في جسد المسيح، إلا إذا اتولدت بالروح. يعني ايه اتولدت بالروح؟ اتكلمت على الكنيسة، اتولدت روح الحياة، ولد الكنيسة في يوم 50. لكن في يوم من الأيام، انت عارف التاريخ، ولو مش عارفه يا رب تعرفه النهاردة، تخبط فيه النهاردة، تتقابل مع الرب النهاردة، وتتولد ولادة روحية النهاردة. ازاي تتم الولادة الروحية؟ قلتها مرارا بس هقولها تاني النهاردة. الولادة الروحية، انا بتولد لأن الروح القدس بيطلع نبتة جوه قلبي، بنبتاية كده، زي ما الكنيسة في بموت الرب يسوع، مجيء الرب يسوع على أرضنا، وموت الرب يسوع على الصليب، دفن الرب يسوع، قيامة الرب يسوع، الجنين عمالة يتشكل، عمالة يتكون، الجنين عمالة يتكون، وبعدين في يوم 50 الروح القدس، روح الحياة، ولد الكنيسة. طب وأنا نفس الشيء، أنا نفس الشيء عشان أبقى عضو في جسد المسيح. لما قال في عدد 13، عدد 13 بيقول إيه؟ في الجزء اللي قريناه مع بعض، بيقول لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. هنا بيتكلم جميعنا، يعني كلنا مع بعض أفرادا، مش كلنا مرة واحدة، لكن جميعنا، يعني مفيش طريق تاني، مفيش باب تاني، مفيش خط تاني، مفيش وسيلة تانية تخليني أبقى عضو في جسد المسيح إلا من خلال عمل الروح القدس. نقطة. وهقول لكم الروح القدس عمل ايه علشان يخليني اتولد ولادة تاني. الروح القدس بيقول، الرب بيتكلم عن نيقوديموس، بيقول له ينبغي ان تولد من الماء والروح. ومرات كتير قوي شفنا اشارات في الكتاب المقدس في العهد الجديد عن المية، الماء هنا يشير الى كلمة الله. فبيتكلم مولودين ثانية، لا من ذرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية البقية الى الابد، مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه. فهنا بيتكلم الروح القدس عن امر معين، وانا موجود جوه الكنيسه، وانا موجود في البيت، وانا موجود قدام التلفزيون وانا بسمع دلوقتي، وانا موجود في العربيه وربنا حفظني من حادثه، وانا موجود. الروح القدس ابتدى يتكلم معايا. في ناس على فكره اتولدوا من الروح القدس بدون وعظ بتاع كنايس خالص خالص.
خلينا أقول لكم اختبار أنا قلته قبل كده بس هقوله تاني. اختبار إزاي اتولد القسيس الجميل اللي أسس الكنيسة دي زمان، القسيس كرم مينا. ده محدش حكالي عنه، محدش قال لي عليه، لكن أنا كنت شاب صغير وموجود في قرية اسمها كمان سعيد، وقابلت القسيس كرم مينا وكان جاي زيارة واتعرفت عليه وقال لي الاختبار ده. اتولد إزاي؟ اتولد إنه كان جوه بيت حد من قرايبه وشاف واحدة طيبة قوي، بسيطة قوي، غلبانة قوي قوي، يعني حسب العلم والفكر والترتيب الزمني والفكر يعني ما هياش. الأم بتقول لها روحي يا بنتي شوفي، كانت بتعمل أكل يعني، وانتوا عارفين اللي جايين منكم بوها يعرفوا البرام. تعرفوا البرام؟ البرام تعرفوا تعرفوا البرام؟ البرام مش هو اسمه البرام برضو اللي هو الحلة المعمولة من فخار، يمكن من فخار. طيب فقالت لها روحي شوفي يا بنتي البرام بيغلي ولا لا. فالبنت راحت عشان تشوف البرام بيغلي ولا لا، وبعدين رجعت وقفت قدامها قالت لها بتغلي؟ قالت لها ما اعرفش. طب مش بتغلي؟ قالت لها ما اعرفش. قالت لها ازاي يعني؟ قالت لها بتغلي من ناحيه واحده بس. دي مش نكته اللي بقوله ده، مش نكته. قالت لها يا ماما اصل بتغلي من ناحيه واحده بس، يعني هي بتغلي من المنطقه دي بس، المنطقه دي مش بتغلي لان النار متوجهه الناحيه دي. فطبعا كلهم ضحكوا لان هي بتغلي، ما دام بتغلي بقى بتغلي. فالقسيس كرم قال أنا وأنا خارج من المكان وأنا ماشي في الطريق لقيت الروح القدس بيقول لي إيه؟ قال لي إذا كان المؤمن وصل لهذه الحساسية إنه مش قادر يقول بتغلي ولا ما بتغليش، يبقى معنى ذلك في حاجة مختلفة. فقال الرب كلمني وأنا ماشي، قلت له يا رب استلم حياتي، أنا عايز أبقى ابنك. ايه دور الروح القدس في الامر؟ الروح القدس بياخد الحدث، بياخد الكلمه، بياخد الوعظه، بياخد المشكله اللي حصلت معايا ايا كانت حلوه ولا وحشه، بتدي الروح القدس يروح واخدها ويبتدي يشتغل جوايا يخليني يجيني حمل اسمه حمل الايمان. سمعتوا على حمل الايمان؟ الايمان يبقى كانه حمل جوايا. عشان كده قال بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، ده جاي منين؟ منه هو. هو لما أنا بتجاوب مع كلمة ربنا بتجاوب الروح القدس يقول لي إيه رأيك؟ أنت فاهم؟ أنت معايا؟ أقول له آه. يقول لي هبتدي أولد جواك زرعة، حط بزراية اسمها بزراية الإيمان. فبزراية الإيمان لما تسكن جوا قلبي تبتدي تكبر بزراية الإيمان، وأنا أتولد بسبب بزراية الإيمان من خلال عمل الروح القدس، وأبقى إنسان جديد واتعمد في جسد المسيح، أبقى جوا الجسد. ده الميلاد، ده الميلاد. خليني، فدور الروح القدس هو روح الحياة، أقام الكنيسة، تولدت الكنيسة. الروح القدس هو روح الميلاد الثاني من خلال كلمة الله. خليني أقول حاجة مهمة قوي ذكرت وإحنا بنرنم وتعلق عليها أكتر من مرة، مهمة قوي قوي قوي. إزاي أنا أعرف إن أنا اتولدت؟ قلتها الأسبوع اللي فات بس هقولها تاني بسرعة. ازاي اعرف ان اتولدت؟ مين بيديني المعرفه دي؟ مين بيقول لي؟ مين بيقول لي ان اتولدت ولاده تاني؟ مين يقول لي ان انا بقيت واحد من اولاد الله؟ عارفين مين؟ الروح القدس. هو الروح القدس. اتكلم النهارده عن دور الروح القدس في هذا الانتماء للجسد. دور الروح القدس ان انا بتزرع في جسد المسيح، رغم ان ده جزء تعليمي لكن اتمنى من قلبي تفهمه، لانه ده ترتيب سلالم سلالم سلالم. كنيسه اتولدت، ما ينفعش الكنيسة هي أعضاء اللي هو أنا وإنت، ما دي الكنيسة. كنيسة مش حاجة، الكنيسة مش شيء، الكنيسة مش حيطان، كنيسة مش بنوكة، كنيسة مش ديكور جميل، لا، الكنيسة مؤمنين أعضاء جسد المسيح. كنيسة في فكر الله، في قلب الله تكونت، والكنيسة ابتدى الله يزرع فيها أعضاء كل يوم كل ثانية. يمكن ناس دلوقتي صلوا وإحنا بنتكلم وقبلوا المسيح مخلص، وبعدين الكنيسة لما اتولدت يبتدي يحصل حاجة جميلة قوي. يبتدي الروح القدس يقول لي طب أنا مولود ولا مش مولود؟ هل أنا حي ولا مش حي؟ طب الحي يبان إنه حي ولا ما يبانش؟ يعني لما ولد اتولد وسموه مايكل، ومايكل بيكبر ومايكل بيتحرك، يبقى مايكل حي مظبوط؟ ما أقدرش أقول مايكل ميت. طب إيه اللي عرفني إن أنا من مايكل حي؟ الجزء الجميل موجود في غلاطية 4. في غلاطية 4 يتكلم عن
إعلان هذا الميلاد. الميلاد ده تم إزاي؟ بيقول إيه؟ غلاطي 4:4، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود من امرأة مولود تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لنال التبني. يوحنا 1:12 بيقول وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. طب مين يقول لي أن أنا واحد من أولاد الله؟ مين يقول لي؟ الكنيسة؟ القسيس؟ أن أنا واقف أرنم؟ أن أنا بقدم في مدارس الأحد؟ أن أنا عضو في مجلس كنيسة؟ هي دي الشهادة أن أنا اتولدت؟ لا، دي كلها أنشطة مهمة جدا جدا هتكلم عنها بعد شوي. لكن اللي يقول لي أن أنا اتولدت هو في غلاطية 4:6، عدد 6، ثم بما أنكم أبناء الله، اسمعوا اللي جاي، فبما أنكم أبناء الله أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم، روح الله جه لقلوبنا صارخا يا بابا. فأنا أول ما تولدت، أول الجميل بقى في الحياة الروحية غير الحياة الإنسانية، الحياة الإنسانية البيبي يصرخ ويأكل ويغير وبعدين يكبر شوية 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 لحد ما يبقى عمره حوالي 8-9 شهور ويبتدي يقول إيه؟ ماما بابا معايا؟ مظبوط؟ ينطق يبتدي يقول حاجات زي كده. لا، في الولادة الروحية غير كده خالص. في الولادة الروحية الروح القدس اللي أقام الكنيسة، الروح القدس اللي غير حياتي علشان أبقى عضو في الكنيسة، هو ذات الروح القدس اللي بمجرد ما أقبل المسيح مخلص أبص عليه وأقول له ياه ده أنت كنت زمان غريب، دلوقتي أنت إيه؟ أنت باب. روح القدس يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله. ده دور الروح القدس، ده عمل الروح القدس. أنا بتكلم النهاردة إزاي أنتمي إلى جسد المسيح، إزاي أنا موجود على الأرض عشان كده. فالروح القدس خد الخط ده، هو الروح القدس اللي عمله، الروح القدس، الله الروح القدس هو اللي عمل كده. فخلاني أبقى اتولدت ولادة جديدة من خلال كلمة الله، وبعدين اداني اليقين والشهادة. حد سألني مرة لما وعظت الوعظة الأولانية عن الكنيسة والديسيبل وأن في ناس بيخدموا بدون ما يكونوا مولدين ولادة جديدة، فبالتالي الكنيسة بتعرق. فحد سألني وقال لي طب إزاي تتأكد؟ إزاي أتأكد؟ إزاي أتيقن؟ أهو أتيقن أن أنا وأنا بكلم أبويا السماوي بكلمه أنه هو باب، أنا بكلم باب معايا؟ طيب، فدي الحاجة الثالثة. خلينا نقول حاجة رابعة بسرعة، حاجة الرابعة مهمة قوي 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 قوي. وإحنا بنقول بنعبد بالروح، يعني إيه بنعبد بالروح؟ يعني إيه بنعبد بالروح؟ يعني إيه الرب يسوع بيقول للسامرية إنه السجود بالروح والحق؟ يعني إيه بالروح والحق؟ يعني إيه؟ يعني فكرنا، يعني إيه الروح والحق؟ يعني إيه إن أنا لما برنم بتعزى؟ يعني إيه بتعزى؟ لما أنا بقعد جوه الكنيسة بسمع كلمة ربنا واستقبلها أنا مليان بالفرح، يعني إيه مليان بالفرح؟ تعرفوا السر جاي منين؟ جاي من الروح القدس، لأن الروح القدس بيعمل إيه بقى؟ القدس بيعمل حاجة جميلة قوي قوي قوي، شغلانة الله الروح القدس، شغلانة الله الروح القدس الرب قالها، هقراها وبعدين أقول لكم إيه إزاي تتم. يوحنا 16 من 13-14، يوحنا 16، في يوحنا 16، وأنا بشكر قوي يا حبيبي رامي جوارع بيساعدني قوي في الأمر ده. في يوحنا 16 الرب يسوع قال إيه؟ بيتكلم عن الروح القدس. اسمع، أنا بتكلم النهاردة عن دور الروح القدس في إن أنا أنتمي لجسد المسيح. فقال إيه؟ قال وأما متى جاء ذاك، متى جاء ذاك اللي هو مين؟ روح الحق اللي هو الروح القدس. ومتى جاء ذاك الروح القدس؟ إمتى الروح القدس جه واستقر؟ في يوم 50. روح القدس في يوم 50 استقر في جسد المسيح وأعطى حياة، روح الحياة أحيا الكنيسة، فالكنيسة بقت كائن حي، كائن حي. وأنا ما ينفعش أبقى عضو في جسد المسيح الكنيسة إلا إذا بقيت كائن حي، وكائن حي لما تولد من فوق، وأعرف كده بالشهادة والاختبار. فقال الرب يسوع قال ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. حلو، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك عدد 14، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وإحنا قاعدين جوه الكنيسة بنعبد بالروح وإحنا فرحانين، أتاري وإحنا بنعمل كده إحنا بنمجد الرب يسوع الإبن. مين اللي قام بالدور ده؟ الروح القدس. معايا في الترتيب ولا صرحنا؟
فالروح القدس اللي بيعمله ان الروح القدس هو وسط الجماعة. احنا بنعبد بالروح، احنا بنسجد بالروح، احنا بنسمع بالروح. فاحنا بنسمع الروح القدس بيقول لي خلي بالك انت متعزي، تعرف ليه؟ لان الرب صالح. ما هو بيكلمني عن الابن، بيكلمني عن الرب يسوع. روح القدس جوه الكنيسه وانا قاعد برنم يقول لي شايف الحته دي، انا مطمن وانا وياه. قوم يقول لي تعرف ليه؟ الروح القدس على طول يقول لي من غير ما هو ساكن فيه. روح القدس يقول لي اسمع، انت عارف ليه مطمن؟ لان الرب ساكن فيك، لان الرب هو عمانوئيل، لان هو معاك الى ابد الابدين. فهو معاك، ما تخافش، هو سندك، هو ماسك بيك. فبيقول لي بالحن الحق. مين الحق؟ هو الرب يسوع. فبيكلمنا عن الحق، وبعدين يقول لي وانت بتتعزى اوعى 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 تدي المجد لحد تاني، لا ليك ولا لغيرك، تدي لمين؟ لينا، بيقول للرب يسوع يعني. ذاك يمجدني، ذاك يمجدني. امبارح كان عندنا دراسة، احنا بنتكلم فلما شاول الرب قال له روح حرم عمليق، وصمائيل قال له هو راح ما حرمش عمليق. وبعدين وهو هناك الرب زعل قوي قوي لانه جاب اجاج او اجاج ابن اجاج بالكمبوهي بالجيمة المنيوي. فجاب الملك وجاب ثمان الغنم والبقر. وبعدين راح صمائيل بيقول له ليه عملت كده؟ فقال له عشان نقدم ذبايح. قال له ذبايح اللي هتقدمها؟ طب ما الرب قال لك حرم. انا مش هتكلم في القصه دي، لكن هتكلم على حته صغيره قوي. فالروح القدس ابتدى يقول تعبير مهم قوي، قال مشكله شاول كانت حاجتين. مشكله فين محب؟ محب موجود؟ مشكله هو اثارها محب. النقطه دي مشكله شاول كانت انه عنده روح عرافه وروح تمرد. يعني روح عرافة روح تمرد؟ روح عرافة ان انا باخد رأي مش من الله، لكن باخد رأي من العرافة. فاهمين الفكرة؟ يعني انا بضرب المندل. سمعتوا عن المندل؟ بسأل العرافين يقروا لي الفنجان. يعني بص في الفنجان تقول لي ده انت قدامك مشوار حلو طريق حلو. انا باخد رايي من مين؟ من العرافه. او واحد يقابلني كده يقول لي يا ده انت كده شكلك كده ان شاء الله يبقى كذا، وايديك ده كفه ايدك شفت الخط ده بيتلاقى مع الخط ده. ومين عملها زمان؟ برضو شاول عملها لما حب يحضر روح صمائيل. فقال له انت مصيبتك انك ما بتاخدش رايي مني. ده الله اللي بيقول له انت بتاخد رايي من مين؟ من العرافة. يعني بتاخد رأي من حد تاني. وأنا بسمع كلمة الله جوا بيت الله وأحاول أسمع رأي تاني أو التمرد. قال له التمرد زي الصنم والوثن. يعني التمرد زي الصنم والوثن؟ يعني أنا خضوعي مش لله لكن لصنم وثن. طب مين الصنم والوثن؟ ممكن أكون أنا. يعني أنا وأنا واقف بخدم، يعني أقول يا رب المجد ليا، يا رب إيه الجمال اللي فيا ده، إيه الحلوة اللي أنا فيها دي، إيه الصوت. شفت يا رب وأنا برنم يا سلام صوتي كان ملعلع، أنا كنت جميل قوي بجد يعني، والناس كانوا مبهورين بيبصولي. ده بيبصولي ده أنا كمان. هو كان واقفين خمسة بس برضو أنا كنت مختلف عن الأربعة أكيد أكيد، يعني شكل أحسن. هو ده التمرد اللي هو الصنم والوثن. ده التمرد. العرافة ان انا باخد رأي مش رأي ربنا لكن باخد رأي الناس. اللي الروح القدس بيجي يضرب اكس على كل عرافة وتمرد جوه الكنيسة. يعطي المجد يعطي المجد يعطي المجد لواحد بس في وسط الكنيسة اللي هو يسوع المسيح. يعطي المجد لواحد بس جوه الكنيسة. يعني أنا وأنا برنم منحني وأنا بوعظ منحني وأنا بصلي منحني وبقول له أنا خجلان يا رب، أنا تراب ورماد، أنا مصدرة وغير موجود، يا رب أنا بدي المجد ليك. لأن ده دور الروح القدس جوه الكنيسة، يقول وذاك يمجدني. لو مين؟ الروح القدس. ذاك يمجدني. عشان كده في أعمال الرسل أصحاح 19
التعبير الجميل الحلو قوي اللي أنا بحبه في الكتاب يقول وكان، اسمعوا الكلام ده، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. ده دور مين؟ ده دور الروح القدس. يعني شغلانة الروح القدس جوه الكنيسة، شغلانة الروح القدس جوه الكنيسة أن الابن يتمجد. الروح القدس كل شغلانته يجيب أخبار طيبة من عند الابن المبارك، يجيب أخبار طيبة يقول ما تخافش، الرب يسوع معاك، الرب يسوع سندك، الرب يسوع مسك بإيدك، الرب يسوع هيبارك طريقك، الرب يسوع هيبارك مستقبلك، الرب يسوع هيسدد احتياجك، الرب يسوع هيعزيك وسط التجربة اللي انت فيها، الرب يسوع هيشفيك فيك في المرض اللي انت فيه. ده دور الروح القدس، بيجيب من الابن ليا ويطمني ويد كل شغلانته يمجد الابن. وانا جوه الكنيسه مفيش حاجه جوه جسد المسيح، شغلانه جسد المسيح، شغلانه الكنيسه اننا نمجد ربنا يسوع المسيح بس. لا واعظ ولا مرنم ولا، طبعا نشكر رب لاجلهم. كتاب قال ان احنا نكرم المرشدين، نخضع للمرشدين، نتعلم من المرشدين، نبارك المرشدين، كلام جميل جدا جدا، بس ما نديش مجد لحد غير لمين؟ لربنا يسوع المسيح. عشان كده في فيليب 2 حب قوي الايه دي، ولا هيجي وقت العرجه الموجوده دي والديسابيليتي الموجوده دي، هيجي وقت، هيجي وقت كل ركبه تنحني وكل لسان يعترف أن يسوع المسيح هو رب، هو الرب، هو لي كل المجد. عشان كده كاتب العبرين لما قعد يبتدي يتهلل وهو بيكتب قال عن ربنا يسوع المسيح هو بهاء مجد الله ورسمه. إزاي أعرف؟ إزاي أعرف أنه هو بهاء مجد الله؟ الروح القدس جوه الكنيسة يقول ذاك يمجدني، ذاك يمجدني. أربع حاجات. حاجة الأولى إنه روح الحياة أقام الكنيسة، اتولد بيبي في يوم 50 اسمه الكنيسة. روح الميلاد، روح الميلاد الثاني، ينبغي أن تولد من الروح، مش بدم، مش من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل، بل من الله اللي بيقوم بالعملية دي الروح القدس. فبيمتلئ أنا بالإيمان اللي زرعه فيا الروح القدس عشان أشوف عمل المسيح من أجلي على الصليب إنه مات من أجلي، فأنا بقبل عمل الرب يسوع فبتولد ولادة تانية، ببقى عضو في جسد المسيح. الروح القدس هو اللي بيخليني أعرف إن أنا بإيد واحد من أولاد الله، فهو الروح القدس اللي يخليني أقول من قلبي بصرخة وأقول يا بابا يا بابا. الروح القدس هو الذي يمجد الابن ويأتي بكل الحق من الابن للكنيسة. خلينا أقول حاجة تانية بسرعة عشان نقدر ناخد ترنيمة قبل ما نختم. مهم قوي قوي اللي جاي، مهم قوي، هتكلم عنها بتفصيل في يوم كامل أو أكتر من يوم. الجميل قوي قوي إنه الكنيسة اتولدت وأنا بقيت عضو في الكنيسة بالميلاد الثاني، وبعدين أنا بديت أشهد بالخبر الحلو ده أن أنا بقيت واحد من أولاد الله، وبعدين أنا كمان كل هدفي جوه الكنيسة بمجد الإب، بمجد الرب يسوع. دول الروح القدس. طب السؤال، طب السؤال، إزاي أنا أمجد وأخويا سمير معايا يمجد وكلنا نمجد الإبن مع بعض ونبقى بالقلب واحد والروح الواحد؟ الشغلانة دي، دي مش شغلانة ناس، يعني الأسيس ما يقدرش يوفقنا مع بعض. قال يدور الراعي، ليه دور طبعا إنه يربط إخواته مع بعض، إخوات مع بعض، كنيسة مع بعض. دور الراعي، دور الراعي ودور المرشدين في الكنيسة ودور القادة في الكنيسة إننا نقدر نحب بعض ونقرب من بعض ونبقى جسد واحد فعلا. بس مين بيقوم بالمهمة دي؟ اللي بيقوم بالمهمة دي، يلا قولوا معايا، بنوعظ عن مين يقوم من المهمة دي؟ مين؟ الروح القدس. هو شغلانته، هو شغلانته يعمل حاجة جميلة قوي حلوة قوي، انه في رجل موجودة في الكنيسة، مش قصدي الرجل دي، انا بتكلم على الكلام اللي قاله بولس، في رجل موجودة وفي ايد موجودة وفي عين موجودة في ودن موجودة وفي بق موجود، كله موجود جوه الكنيسة، بس ازاي تربطوا مع بعض؟ مين اللي يربطهم مع بعض؟ الروح القدس، الروح القدس. فالروح القدس شغلانته يا حبة انه يبتدي يجمع هذه الاعضاء
ويبتدي يدي حاجة جميلة قوي قوي اسمها مواهب الروح القدس. مواهب الروح القدس يعني ايه؟ مواهب الروح القدس، مواهب الروح القدس هي اللي بتربط الجسد مع بعض، شغلانتها تربط الجسد مع بعض، تبني جسد المسيح. دي شغلانة مواهب الروح القدس. مواهب الروح القدس مش عشان انا مرنم انا بقى بقيت حاجه كبيره، وانا واعظ بقيت حاجه كبيره اطلاقا. انا كل الشغلانه بتاعتي وانا في هذه الموهبه ان انا ابني جسد المسيح. فالرجل تقرب من الايد، والعين تقرب من الوش، والودن تقرب، وكل يقرب ويتشكل جسد المسيح. فشغلانه الروح القدس يربطنا معا ونكمل بعض، نكمل بعض. ده دور الروح القدس. والروح القدس عارف كويس جدا، عارف ان اميل ينفع يبقى ايد، هو شغلانته ايد. فاميل يقول له يا رب طب ما خليها رجل بليس، يا رب خليها رجل، انت ايد. بعدين يكلم اخويا مدحت يقول له يا رب انا بحب اسمع كده، يقول له لا لا انت مالكش في الحته دي، انت تشوف، انت عين. طب دي جت منين؟ انا جبتها كده وبس؟ لا، لان الروح القدس بيقسم المواهب جوه الكنيسة كما يشاء. الروح القدس عارف مكانتي فين وحتتي فين. كم موهبة؟ لا كتار قوي قوي، هتكلم عنه بعد شوية. كتار قوي قوي المواهب، في كورنثوس الأولى 12، في روميا 12، في أفسس 4، في بطرس الأولى 4. مواهب مواهب مواهب. تعرفوا من المواهب دي موهبة، موهبة جميلة قوي أنا بحبها قوي قوي قوي. مش موهبة ان انا انسان كريم، لا. مش ان انا يعني بدفع عشوري، لا. او ان انا بحب الفقراء وادي الفقراء، ده في الموهبه دي قال عنها في عبران في روميا 12، بيقول لك الناس دي بيدوا بعطاء فوق الطاقه حاجه عاليه قوي، زي كنيسه لودوكيه. كنيسه لودوكيه دي مواهب، دي موهبه الروح القدس. موهبه الروح القدس انه مش ادوا قد الطاقة لكن فوق الطاقة. دي موهبة من المواهب، دي موهبة من المواهب. موهبة ان انا لما بدي ما بعملش حدود للعطاء بتاعي، ما عنديش حدود. انا ما بقولش انا هدي عشان ده اللي اقدر اديه، انا بدي لاني بدي بلا حدود، لان دي موهبة الرب ده. واحد يجي يساعد في الكنيسة شهر، سنة، سنتين، لك عم ارحمني كسرت لي ظهري، انت مش شايف غيري؟ لا، في ناس بيدوا بلا حدود، بلا حدود. دي موهبه مش اي حد يعرف يعملها. بحب ان انا اشوف الناس اللي بره دي وعندي قلب ليها، قلب كبير ليها، بس مره اتنين تلاته وبتهان يعني، وانا بتالم وانا بعمل، بس مش قادر اوقف. دي موهبه. فمواهب الروح القدس مش بس مواهب تعليم ومواهب وعظ ومواهب ألسنة وترجمة ألسنة، ولا لا 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 لا، أو شفاء مرضى وإني أنا أطرد شياطين، لا. المواهب هي حاجة فائقة هدفها إن هي تبني جسد المسيح. ما ينفعش أبدا نبقى متفرقين، لكن دور الروح القدس يربطنا مع بعض. هم أنا برفع إيدي كده عشان في حتة كده فوق سمعت حاجة قالت لي ارفع فأنا برفع، وأنا بحرك رجلي سمعت حاجة بتقول لي امشي فأنا بمشي، وأنا ماشي ماسك إيد أخويا وماسك إيد أختي. اللي بيعمله الروح القدس إنه بيربط جسد المسيح مع بعض، يخلي كل عضو في جسد المسيح ليه نفع. لو مالكش نفع ومش حاسس إن اللي حواليك دول جزء من جسد المسيح، تبقى بعيد عنكم مصيبة. وهتكلم بعيد عنكم يعني بعد الشر عن المصيبة دي الأسبوع اللي جاي لو في عمر. إيه المصيبة دي اللي خلت الروح القدس يتوقف عن العمل بي؟ هو عايز يشتغل بس أنا اللي فرملته، أنا فرملت الروح القدس. الروح القدس عايزنا نبقى كلنا مع بعض جسد واحد يبني جسد المسيح لبنيان جسد المسيح. ده دور الروح القدس، ده دور الروح القدس. خلينا أقول آخر حاجة والباقي نبقى نتكلم عنه في وقت تاني علشان نقدر ناخد آخر ترنيم. الروح القدس مش بس بيربطنا مع بعض كأعضاء في جسد المسيح، لكن الروح القدس بيجمل فينا ويغير مسار
حياتنا وطريقة حياتنا. يعني إيه؟ هو بيربطنا مع بعض ونكمل بعض في الكنيسة في الجسد الواحد. طب أنا تيجي إزاي دي؟ قال لك ما تجيش غير لما الروح القدس يبتدي يطلع شجرايا جوه حياتك، الشجرايا تكبر 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 وتطلع ثمر، تطلع ثمر. الثمر ده بيغير مسار سلوكي، طريقتي، طريقة حياتي تغير. عشان كده في غلاطية 5:22 يقول إن الروح القدس مش بيدي مواهب روحية تربطنا مع بعض وتكمل جسد المسيح، لا، ده الروح القدس بيغير من مسار سلوكنا الإنساني. فيبتدي أنا عندي حتة ناقصة اسمها محبة، فيروح زارع فيا ثمرة محبة، وأنا محتاج أفرح. أنا شوية نكدي، أنا مؤمن بس نكدي. يقول لك لا لا لا، ينفعش تبقى نكدي، وأنا مندفع، ما ينفعش تبقى مندفع، وأنا ما عنديش وأنا ما عنديش وأنا ما عنديش. يقول لك إيه؟ يقول لك لا، الروح القدس كل مؤمن على انفراد يبتدي يجمله بعنقود في 9 حبات فاصلوش عن بعض، فكل مؤمن موجودين. لو ما كانوش في كل مؤمن تبقى مشكلة. يقول لك وأما ثمر الروح فهو محبة، حاجة فائقة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف، حاجات سلوكية، حاجات سلوكية، حاجات إن أنا وأنا ماشي، حاجات سلوكية، أحب بلا حدود، أفرح في الرب بلا حدود وسط الوجع، بحسبه فرح حتى وأنا موجوع. واحد يقول لي طب وأنا موجوع وأنا أفقد حد من الأحباء، يقولك لا 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 لا، ما تخافش، في داخلي، قول معايا، في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يعني تلذذ نفسي؟ يعني يديني فرح جوه، فرح جوه، طول أنا ضبط نفس. كل الحاجات دي ده بيعمله الروح القدس. فالروح القدس هلم الدنيا، وإميل يجي يقف معايا والشباب. روح القدس هو روح الحياة اللي أعطى للكنيسة حياة، فأقام بيبي اسمه الكنيسة. والكنيسة دي لما الرب بالروح القدس ولدها، فقال لك الكنيسة دي التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. أتاري المسيح لكل المجد، لكل المجد كان يبحث عن حاجة تملأ فيه الكامل. هو كامل، مش محتاج حاجة تملاه، لكن شاف الكنيسة جميلة قوي 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 قوي، جميلة قوي، وقال لها أنت تدي ملء فيا. وعلشان أبقى في الكنيسة جزء من هذا الجمال، جمال الكنيسة، لازم أنا أتولد بعمل الروح القدس. ولما أنا أتولد يبتدي يتولد جوايا صرخة جديدة، شهادة جديدة اسمها صرخة البنوة، ننال التبني فأقول له يا بابا. ولما بقول له يا بابا يبتدي بقى اللي حواليه يبقوا أخواتي، فيربطني مع جسد المسيح من خلال مواهب الروح القدس، يربطنا نكمل جسد المسيح. وإحنا بنكمل جسد المسيح قدامنا هدف واحد جوه الكنيسة، هدف واحد جوه الكنيسة، هدف واحد جوه الكنيسة، أن يتعظم اسم الرب يسوع، مش الناس، مش الناس. اكرم الخدام، اشيلهم فوق راسك، اكرم المرنمين الأفاضل، حطهم فوق راسك، بس الذي يأخذ العبادة وحده والمجد وحده هو ربنا يسوع المسيح. ده دور الروح القدس، ذاك يمجدني. الروح القدس هو بيربطنا، يجيب كده مواهب الروح القدس كما يشاء لكل واحد فينا عشان نكمل بعض. ما ينفعش ابدا انا ابقى نافع قوي بدون الاخ سمير، ولا الاخ سمير نافع بدون نادر، ولا نادر يكون نافع بدون نبيل، وهكذا. احنا نافعين عشان بنكمل بعض، احنا بنكمل بعض. اوعى تفكر تشتغل وحدك ينفع، هنكمل بعض. وربنا بيغير سلوكنا ومسارنا بثمر الروح القدس، ده دور الروح القدس. وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي أخذ لقطة عن الباقي. تعالى يا أمين، خلونا نختم الوقت اللي جاي ده بالترنيمة مع بعض. احنا مفروض نكون أوت بعد 5 دقايق، بس خلينا فعلا مش أوت من الكنيسة يعني.
خلينا النهارده ندي الرب يسوع حقه ياخد كل المجد كل المجد كل المجد كل المجد. دور الروح القدس دور الروح القدس يقول أنا ذاك يمجدني، مش بس بيمجدني لكن بيطمن قلبك زي ما رنم إيميل من شوية. أنا مطمن وأنا وياه. مين اللي قال إن أنت مطمن وإنت وياه؟ الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيدين الطمأنينة، يقول لي ما تخافش. مش الإبن قال، مش الرب يسوع قال، مش قالوا ها أنا معكم. هو ده اللي بيطمني وأنا وياه لكل المجد. نقف مع بعض واحنا بنقول الكلمات دي. ايه ممكن يهم او بيه ممكن اهتم اكتر من حضورك؟ حضورك يا الهي كنزي في الحياة، شوق قلبي ومشتهاه ومجده الحقيقي في حضورك يا الهي. اهلا بيك يا روح قدس الله، بنرحب بيك يا روح الحياة. مش بس بنرحب بيك يعني زي ما من الكلام اللي احنا بنقوله اهلا وكده، لكن بنرحب بيك يعني تاخد مكانتك في حياتي، تاخد راحتك فيا. ايه ممكن يهم او بيه ممكن اهتم أكتر من حضورك؟ حضورك يا إلهي كنزي في الحياة، شوق قلبي ومشتهى ومجد الحقيقي في حضورك يا إلهي. يلا كمان مرة. ايه ممكن يهم او بيه ممكن اهتم اكتر من حضورك؟ حضورك يا الهي كنزي في الحياة، شوق قلبي ومشتهى ومجد الحقيقي في حضورك يا إلهي. أهلا بيك يا روح قدس الله، بنرحب بيك يا روح الحياة، تيجي تسود علينا وتفتح عينينا وتعلمنا رضاك. أهلا بيك يا روح قدس الله، بنرحب بيك يا روح الحياة، تيجي تسود علينا وتفتح عينينا وتعلمنا رضاك. نقولها تاني واحنا بنعني الكلام اللي احنا بنرنمه ده. حضورك يا إلهي، حضورك يا إلهي يعني واحد شايف الملك ببهائه وجماله طول الوقت، وده مش هينفع غير بمساعدة الروح القدس، وده مش هتتم غير لو الروح القدس واخد مساحته في حياتي. يعني ايه واخد مساحته في حياتي؟ يعني لما الروح القدس يرشدني، لما روح القدس يعلمني أنا بسمع، لما روح القدس يبكتني أنا بتوب، لما روح القدس يجي ويقول لي كلام أنا بطيعه بطيعه. هنا أكون واقف في حضور الملك. إيه ممكن يهم أو بيه ممكن أهتم أكتر من حضورك؟
حضورك يا إلهي كنزي في الحياة، شو قلبي ومشتهى ومجد الحقيقي فحضورك يا إلهي إيه ممكن يهم أو بي ممكن أهتم أكتر من حضورك. حضورك يا إلهي كنزي في الحياة، شق قلبي ومشتهى ومجد الحقيقي فحضورك يا إلهي أهلا بيك يا روحك تصلى بنرحب بيك يا روح الحياة تيجي تسود علينا وتفتح عينينا وتعلمنا رضاك أهلا بيك يا روح قدس الله بنرحب بيك يا روح الحياة تيجي تسود علينا وتفتح عينينا وتعلمنا رضا. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. أهلا بيك، أهلا بيك عشان تسود، أهلا بيك عشان تملك، أهلا بيك عشان تديني ما في قلب الابن من أجلي كل الحق. كل الحق يجي لما نقول لك أهلا بيك، نمجد الابن لما نقول لك أهلا بيك، نقرب من بعض ونبقى جسد واحد لما بنرحب بيك. بتغير فينا وتجمل فينا، سلوكنا يتغير، بتملي بحب بفرح بسلام، بطول أناة بلطف صلاح بإيمان بوداعة بتعفف. ثبت الكلام ده في قلوبنا يا رب. بنمجدك يا ابن الله، بنعلي اسمك يا رب، بنعلن أن اسم الرب يسوع يتعظم. رب وانت بركتنا زمنيا مش بس روحيا، عشان كده واحنا بنعطي عطيانا يا رب ند من القلب، خليها موهبة، كنش مجرد حاجة تعودنا عليها، لكن نعطي مش قد الطاقة لكن فوق الطاقة. فبارك عطيانا، بارك أشهرنا، وخلي شعورنا مبني على الحق الكتابي أنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. باسم الرب يسوع لكل المجد، آمين آمين. خلونا احنا بنختم الوقت اللي جاي مع إيميل، تفضلوا. هقول كم تنبيه مهمين قوي قوي. ابتداء من النهاردة احنا بدينا مدارس الأحد خدت خط مختلف خالص. احنا دلوقتي عندنا Vacation Bible School. اللي يعرف يعني Vacation Bible School، اللي هو مدرسة كتاب مقدس صيفية كنا بنعملها 5 أيام في الصيف. دلوقتي كل يوم حد عندنا VBS، كل يوم حد عندنا Vacation Bible School. الأولاد بيمروا على stations معينة، ياخد worship time، ياخد story، ياخد جزء عملي ازاي يعمل حاجة عملية، وبعدين ياخد snacks كمان. فبنحاول نلتزم قد ما نقدر خلال الساعة ونص دي اللي احنا بنتعبد فيها. عايز اشجعكم، شجعوا الاباء والامهات اللي ما بيقدروش يجوا. احنا عندنا الناحية دي ممكن نضيف ممكن مثلا 30-40 واحد الكنيسة كده، احنا وارصد سفايد للعدد، لكن نقدر نضيف البعض. حاجة تانية، محتاجين فلانتيرز، محتاجين ناس تساعدنا. فأنا بشكر ربنا لأجل منى ولأجل كل المجموعة اللي قالوا نحن مستعدين إن احنا نساعد.
وميري ان شاء الله تساعد كل مش واحد سالني قال لي ليه انت بتقول الاخوات ومدحت يساعد وتركي يساعد وده طبعا كلنا نساعد عطيه يساعد سعد لما قال بس هيساعد نادر يساعد دكتور نبيل يساعد حازم يساعد كلنا وعلاء هنبعتك تساعد ان شاء الله فعايزين كلنا نساعد تعرفوا ليه هقول لكم ليه لانه احنا بنساعد تحت ولادنا يشوفونا هم يحسوا ان احنا بنهتم بيهم ان ولادنا دول ليهم جانب في حياتنا فاحنا بنهتم بولادنا فانا عايز نساعد في كفالنتيرز ومدارس راحت مختلفه هتسمعوا من ولادكم ان الجو مختلف جدا 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 النهارده والايام اللي جايه ان شاء الله امين خلونا نصلي من اجل كل اجتماعات الكنيسه نصلي من اجل شعب الله ونختم مع اميد بالوقت اللي جاي مجداً ليك مجداً لاسمك يا عجيب شكراً ليك عملك في حياتنا رهيب نسجد ليك رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله مجداً ليك مجداً لاسمك يا عجيب شكراً ليك بنسجد ليك رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله وحدك صانع عجائب وصانع معجزات ولا حاجة تقوى عليك ده انت رب القوات تفتح عيني للأعمى وتهدي البحر بكلمة يا عجيب مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب يا عجيب يا ابن الله احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا ربي فيك وحدك ضامن حياتنا يا راعي انفسنا الصالح كل اتكلنا عليك يتبعنا خير ورحمة يا عجيب مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله مستنين حضور في بلدنا بالإيمان يا صاحب السلطان خلي حياتنا شهادة الملكوت ترسلنا فعلى في كرمك يا عجيب مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب شكرا بنسجد ليك هللويا مزمور 150 يا عجيب يا ابن الله هللويا 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 سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه سبحوه على قوته حسب كثرة عظمته سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار
ومزمار سبحوه بسلوك التصويت سبحوه سبحوه بسلوك الهتاف كل نسمة كل نسمة كل نسمة فلتسبح الرب هللويا 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 كل 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 فلتسبح الرب.